بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: أولى حروب فتنة الأمة بالمال. الذين جاءوا إلى البصرة هم عبارة عن عائشة وطلحة والزبير مع من اتبعهم من بني أمية وعمال عثمان وغيرهم من قريش. النقطة مهمة، لأنه ينبغي أن نربط لدى التحليل الدقيق بين فتنة الشجرة الملعونة ونزو القردة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلاح المال، مصيدة الشيطان المال. وينبغي أيضا أن نربط بين حرب الجمل ودور بني أمية فيها وكون ذلك تمهيدا لتسلط بني أمية على مقدرات الإسلام والمسلمين والحكم باسم الإسلام. أراد عثمان بن حنيف أن يرسل رسولا، فقال له صحابي جليل من كبار العباد اسمه حكيم ابن جبلة، قال: أنا أذهب إليهم وأنا مستعد لمحاربتهم. قال عثمان: دعني أرسل رسولين لأرى ماذا يقولان ونقرر الحرب على أساس ذلك. حكيم ابن جبلة الذي عرض هذا العرض يتحدث عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه في نص سيأتي، هذا النص ورد في مصباح البلاغة الذي هو مستدرك نهج البلاغة، يصفه بأنه سار إليهم، لأنه بعدان هو حاربهم بعد أن ذهب الرسولان ورجعا، ذهب حكيم وحاربهم في 70 من العباد من أهل الثفنات، تعبير الأمير صلى الله عليه وسلم، أنه كان حكيم ابن جبلة من خيرة العباد. في التعريف بحكيم نجد: كان رجلا صالحا شجاعا مذكورا مطاعا في قومه، وكان أحد من شنع على عثمان لسوء أعماله وعماله، مشهورا بولايته لأمير المؤمنين سلام الله عليه والنصح له. وفيه يقول أمير المؤمنين على ما ذكره ابن عبد ربه في العقد: دعا حكيم دعوة سميعة نال بها المنزلة الرفيعة. الأمير عليه السلام أبنه بهذا البيت، بالإضافة إلى كلام آخر إن شاء الله يأتي. في مجالس المؤمنين للقاضي الششتري: كان رجلا صالحا مطاعا في قومه، حارب طلحة والزبير قبل قدومه عليه السلام، يعني بادر إلى الحرب واستشهد. المهم، حكيم هذا العظيم عرض على عثمان بن حنيف أن يناجزهم، قال: لا، نرسل رسولين. فأرسل عثمان بن حنيف شخصين، هما عمران بن حصين وأبو الأسود الدؤلي.
أبو الأسود الدؤلي مرت الإشارة إلى أنه علم وتميز في العلم وفي الولاية والعلم، فذكر لهما قدوم القوم. عثمان قال للرسولين أنه اجروا شوفوا ماذا يقولون. دخل الرسولان على عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، ما حملك على المسير؟ قالت: أطلب بدم عثمان. قال أبو الأسود: إنه ليس بالبصرة من قتلة عثمان أحد. أبو الأسود هذا من نوع إجاباته من هالنوع. قالت: صدقت، ولكنهم مع علي بن أبي طالب بالمدينة، وجئت أستنهض أهل البصرة لقتالي. غضبت لكما من صوت عثمان وعصاه، ولا أغضب أن يقتل. فقال لها: ما أنت من الصوت والسيف، إنما أنت حبيسة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني وقرن في بيوتكن. أمرك أن تقري في بيتك وتتلي كتاب ربك، وليس على النساء قتال ولا لهن الطلب بالدماء، وإن عليا لأولى منك وأمس رحما. الولي الطالب بالدم، ولي الدم، فإنهما ابناء عبد مناف. فقالت: لست بمنصرفة حتى أمضي لما قدمت إليه. أفتظن يا أبا الأسود أن أحدا يقدم على قتالي؟ قال: أما والله لتقاتلن قتالا أهونه الشديد، أهونه الشديد. الرسولان بعد أن تحدثا مع أم المؤمنين توجها إلى طلحة والزبير. الخلاصة أنه ما في نتيجة، فخرجا من عندهما حتى صارا إلى عثمان فأخبراه الخبر، فأذن عثمان للناس بالحرب. هنا علمت أم المؤمنين أن عثمان بن حنيف قرر الحرب، فكانت خطبتها الأولى على ظهر الجبل في البصرة. الخطبة الأولى ونصها هكذا: أما بعد، فإن عثمان بن عفان قد كان غير وبدل، فلم يزل يغسله بالتوبة حتى صار كالذهب المصف، فعدوا عليه وقتلوه في داره، وقتل ناس معه في داره ظلما وعدوانا، ثم آثروا عليا فبايعوه من غير ملأ من الناس. مر معنا أن الأمير عليه السلام يأمر عمار وجماعة معه أن يتخللوا الصفوف لعل أحدا يعترض، يعني لم يقبل بالبيعة بشكل عام هكذا دون أن يدقق هل يوجد أحد يعترض. فابتز والله أمرهم، وكان المبايعون له يقولون: خذها إليك واحذرن أبا حسن. روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: خطب أمير المؤمنين علي عليه السلام الناس فقال: أيها الناس، إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله، يتولى فيها رجال الرجال، فلو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجاب، ولو أن الحق خلص لم يكن اختلاف، ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط، فيمزجان فيجيئان معه، فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه، ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى.
ثم تقول إن غضبنا لكم على عثمان من الصوت فكيف لا نغضب لعثمان من السيف، إن الأمر لا يصح حتى يرد الأمر إلى ما صنع عمر من الشورى، فلا يدخل فيه أحد سفك دم عثمان. يعني إذا المشروع أنه شورى، وهذه الشورى لا يكون فيها حتى علي بن أبي طالب لأنه هو قتل عثمان ومن الذين قتلوا عثمان. هذا طرح أم المؤمنين كان هذا. المهم قال بعض الناس صدقتي، قال بعض الناس كذبتي، واضطربوا بالنعال وتطورت القصة إلى أن صارت الحرب. أثناء الحرب كانت يعني مواجهة طاحنة في البداية، وقتل حوالي 500 شخص تعبيرها كذا، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى زالت الشمس، وأصيب يومئذ من عبد القيس قبيلة خاصة 500 شيخ مخضوب مخضب بالدماء من أصحاب عثمان بن حنيف وشيعة أمير المؤمنين. هذا كله قبل وصول أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى البصر، سوى من أصيب من سائر الناس. وبلغ الحرب بينهم التزاحف إلى مقبرة بني مازن، ثم خرجوا على مسنات البصرة حتى انتهوا إلى الرابوقة وهي سلعة دار الرزق، فاقتتلوا قتالا شديدا كثر فيه القتلى والجرحى من الفريقين، ثم تداعوا إلى الصلح. اللي حابب ركز عليه هون أنه نقض العهد من هذا المجاهد العابد العريق الذي فتك به حب المال فجعله يتصرف بهذه الطريقة. هذا المسخ خلا بشوفه هون، كتبوا عهد صلح ونقضوه، وتسلل طلحة والزبير ومعهم جماعة إلى مركز الولي عثمان بن حنيف وقتلوا حراس بيت المال، ودخلوا إلى عثمان ومعهم مروان بن الحكم واعتقلوه ونتفوا لحيته، خافوا أن يقتلوه لأن أخاه كان والي أمير المؤمنين سلام الله عليه على المدينة. تصوروا أنه هذا شيخ المهاجرين اللي كان طلحة، والزبير اللي سيف طالما جليت به الكروب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا حب المال اللي هو أساس حب الدنيا فتك به فأوصله إلى هذا المنسوخ الشيطان العجيب. أنا وأنت حقيقة كيف نطمئن إلى أن علاقتنا بالمال لا تتضمن خللا قد يؤدي إلى شيء من هذه الأضرار، أو كيف نطمئن إلى أننا سنسلم من فتنة المال إذا لم ندقق كيف يجب أن نتعامل مع المال، بالخصوص ما هو السقف الذي يجب أن نضعه للأخذ من الدنيا. أما أن نبقي السقف غير محدد على ما هو السائد إلا من عصم الله عز وجل، ولا يصح لأحد أن يستثني نفسه في هذه الأمور. المهم تداعوا إلى الصلح، ودخل بينهم الناس لما رأوا من عظيم ما ابتلوا به، فتصالحوا على أن لعثمان ابن حنيف هو الوالي دار الإمارة والمسجد وبيت المال، وطلحة والزبير وعائشة. طبعا مر معنا كلام أبو الأسود الدؤلي لما فاتوا طلحة والزبير على بيت المال وشافوا الصفراء والبيضاء وتهللت أساريرهم وعدنا الله هذه المغانم إلى آخره. بعدان الأمير عندما دخل إلى بيت المال، والله إن كانت تبن والتبر عنده على حد سواء. فهون تصالحوا، بيت المال مش معهم وهن عباد المال. رح يجي معنا الأمير عليه السلام بيقول أنه هول كان بدهم اليمن والعراق، لما شافوا أنه لا رح أعطيهم لا اليمن ولا العراق، طب بدهم اليمن والعراق لشو؟ حتى ينموا تجارتهم ويزيدوا ثرواتهم، لأنه كان طلحة والزبير من الأثرياء الكبار، وأنه أول بيتين تجصصا في المدينة اللي هيك شوي يعني صار أنه ترفوا بيت طلحة والزبير. وطلحة والزبير وعائشة
لهم ما شاءوا من البصرة، ولا يحاجوا حتى يقدم أمير المؤمنين عليه السلام، فإن أحبوا فعند ذلك فإن أحبوا عند ذلك الدخول في طاعته، وإن أحبوا أن يقاتلوا. وكتبوا بذلك كتابا بينهم وأوثقوا فيه العهود وأكدوها وأشهدوا الناس على ذلك، ووضع السلاح وأمن عثمان ابن حنيف على نفسه وتفرق الناس عنه. في تاريخ الطبري يورد هذا الكتاب الاتفاقي الموثق. ثم طلب طلحة والزبير أصحابهما في ليلة مظلمة باردة ذات رياح حتى أتوا دار الإمارة، وعثمان بن حنيف غافل عنهم وعلى باب الدار السبابجة حراس بيت المال يحرسون بيت الأموال، وكانوا قوما من الزبط. هاجموا الحراس من أربع جوانبهم ووضعوا فيهم السيف. كيف واحد يتجرع على القتل، على التسبيب بفتنة ومجازر إلى آخره؟ وضعوا فيهم السيف فقتلوا 40 رجلا منهم صبرا، يتولى منهم ذلك الزبير خاصة، اللي بيكون ما له يعني قلب أنه يذبح طير مش حلال لإله يذبحه، مثلا طير مغصوب أو ما شابه. وله تاريخ في الجهاد والدفاع. هل قد تحب المال يفتك؟ طيب ماشي، هذا الزبير. بس أن نبقى ندرس التاريخ على أساس أنه تاريخ وأنا شو خصني، هنا نقع في فتنة الشيطان العجيب التي يوقعنا فيها، أنه نقرأ القرآن الكريم كل الآيات عن الكافرين المنافقين الظالمين، ما خصنا أولي الله يلعنهم، نحن غيرهم. طيب القرآن بيقول إن الذين آمنوا ثم كفروا، يعني ممكن أي واحد يكون هو الكافر هذا. فأن نحكم لأنفسنا بالصلاح ونخرج أنفسنا من حد التقصير مسبقا، ونبدأ نتعاطى مع هذه الأحداث على أساس أنه بدنا نشوف أعدائنا واللي بوقتها شو عملوا الله يلعنهم، هذا الأمر يحرمنا من تزكي ويفصل المعلومات اللي نحصلها عن المحور الأساسي، محور تزكية النفس. ثم هجموا على عثمان فأوثقوه رباطا وعمدوا إلى لحيته، وكان شيخا كث اللحية. تذكر أنه كان معهم بحرب أحد، يعني اللي عم بنكلوا فيه أنه من الصحابة ومن قدام الصحابة، مع ذلك هجموا على عثمان ابن حنيف فأوثقوه رباطا وعمدوا إلى لحيته، وكان شيخا كث اللحية فنتفوها حتى لم يبقى منها شيء ولا شعر واحد وقال طلحة عذبوا الفاسق وانتفوا شعر حاجبيه وأشفار عينيه وأوثقوه بالحديد. هذا عم يمنعهم عن بيت المال وبده يوقف ضدهم مع الأمير بالحرب الجاي، بس هي الصفراء والبيضاء عم تلمع وهذا عم يمنعهم، هذا لازم يمثل به. وفي الإمامة والسياسة لابن قتيبة إن طلحة والزبير ومروان بن الحكم أتوه نصف الليل، هن ثلاثة اللي هاجموا عثمان ابن حنيف في جماعة معهم في ليلة مظلمة سوداء مطيرة وعثمان نائم، فقتلوا 40 رجلا من الحرس، فخرج عثمان فشد عليه مروان بن الحكم فأسره وقتل أصحابه، فأخذه مروان فنتف لحيته ورأسه وحاجبيه، فنظر عثمان بن حنيف إلى مروان فقال إن فتني بها في الدنيا لم تفتني بها في الآخرة. تأتي إن شاء الله بقية التفاصيل
أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالمصطفى الحبيب وآله الأطهار. عيناك فاضت بالدماء يا حاملا ثأر السماء، هذا الرضيع ومهده لا زال يرشق أسهما. عيناك تبصر ما جرى، هلا طلبت الثار؟ هجموا على أسطاطكم كهجوم يوم الدار، أخذوا عقائل أحمد سهما على الأكوار. فارفع لواء المجد كي تستحصل الفجار. هذه المعارف ترتجي ثأر الشهيد المنصور، هذه المعارف ترتجي ثأر الشهيد.